اعتبرت. بطرس دانيال، اهلا بحضرتك. اهلا بحضراتكم وشرفتونا في هذه الاحتفاليه، ونجاح الاحتفاليه بالمكرمين والفنانين وحضراتكم الاعلاميين وكل الجمهور اللي كان معانا الحلو. بس ايه الجديد اللي هيقدمه لنا المركز الكاثوليكي في الفتره الجايه؟ هو حضرتك دايما كل دوره ليها حاجه جديده، وخاصه التكريمات، لان ما فيش دوره فيها تكريمات زي الثانيه، والافلام مختلفه، وان شاء الله هنقدم هذه الدوره على ارواح اللي رحلوا من الفنانين والمبدعين 2016. ويوم الخميس 2 مارس هنقوم بندوه مخصوص تحت عنوان لمسه وفاء للفنانه الراحله كريمه مختار والفنان محمود عبد العزيز والمخرج محمد خان. عايزين نعرف ايه المعايير اللي بتحطوها داخل اختياركم للافلام داخل المركز الكاثوليكي؟ احنا معاييرنا دايما معايير اخلاقيه انسانيه فنيه، يعني ممكن يكون الفيلم فني فقط بيساعد على الاسفاف او بيهين الاخرين او الاخره بنبعد عنه. بنحاول نقول ان الفن ليه كمان سلاح جميل جدا، ويقدر يساعد المجتمع على الرقي، يقدر يوعي الشباب، يقدر يوعي دايما الاسر، ويكون ليه رساله هادفه. فاحنا عشان كده بنشجع هذه الاعمال وبنديها جوائز. عايز اعرف برضو ان المركز الكاثوليكي مختلف عن جميع المهرجانات في ان هو يعني بيكرم الفنانين الموجودين، نقول داخل طي النسيان شويه، يعني ليه حضرتك او ايه وجهه نظر حضرتك في هذا التكريم؟ حضرتك احنا جهه دينيه بنقول دايما مش التكريم بس، ندي الفنانين اللي هم يعني دايما الكبار قوي ومع احترامنا ليهم لانهم ليهم دور جميل، وبندي كمان لان ما حدش فينا يقدر ينكر الدور الثاني. الدور الثاني لو ترجع حضرتك الافلام العظيمه القديمه هتلاقي البطولات الجماعيه وفيها الدور الثاني، ده مهم جدا جدا. وفي ناس لما اي فنان اي انسان عادي حتى حضرتك تفتكريه في لحظه مرض او لحظه ضعف مش قادر يعمل عمل معين ويبعد عن الاضواء والاخرم، عملتي عمل انساني وثواب كبير جدا تجاهه، ورفعت من روحه المعنويه. زي ما حضرتك سمعتي الكلمات قد ايه اثرت في مشاعرهم وفي داخلهم، وده جميل، بيشجع الاخرين كمان يقول لهم ادوا ما تخافوش، احنا مش هننساكم ابدا، الجمهور فاكركم، الاعلام فاكركم، كل الجهات اللي بتعمل تكريمات فاكراكم. الف مبروك على المهرجان الجميل ده الاب بطرس دانيال، ميرسي جدا لحضرتك. شكرا، كل عام وانتم بخير. حضرت اقوى موقع فني في